لا تزال قائمة أفلام الشخصية الثورية مفتوحة أمام الفاعلين في حقل السينما الجزائرية الباحثين عن ترسيخ بطولات وإنجازات رموز النضال على شاشات الفن السابع. لقد سعدنا كثيرا باستقبال السيد وزير المجاهدين. في الحقيقة أسعدنا بأن أكد على أن مشروع فيلم زيغود يوسف سيتم تجسيده مباشرة بعد الفراغ من فيلم العربي بن مهيدي. وقبل استكمال فيلم العربي بن مهيدي الذي دخل مرحلة العد التنازلي بحسب مخرجه بشير درايس، جاء الدور على تجسيد فيلم زيغود يوسف المنتظر تحقيقه على أرض الواقع. في هذه السنة سنة 2017 نحن في ولاية سكيكدا وفي كل الشرق الجزائري استقبلنا هذا الخبر بسعادة عارمة، ونحن نتطلع جميعا إلى تجسيد هذا الفيلم الذي يعني يعطي لهذه المنطقة، يعطيها حقها من الظهور ومن البروز التاريخي. بعد زبانة كريم بالقاسم لطفي العربي بن مهيدي، ستكون السينما الجزائرية على موعد مع عمل فني يؤرخ لمهندس هجوم 20 أوت 55 1900.